تقول لي ايه اللي اخرك كده؟ بتوع الحي جم وكانوا هيشدوا العربيه. وعملت ايه معاهم؟ طاجن الحي كان جاهز اديته لهم، بس هيعدوا عليك النهارده بالليل. وبالنسبه لطاجن التامين الصحي؟ اه، ما هو الراجل جه وسال على الشهاده الصحيه. واديت له الشهاده؟ لا، اديت له الطاجن. ولا يا بصله، في طاجن ناقص. فين طاجن البلديه؟ طاجن البلديه اديته لبتوع الكهرباء. الظاهر ان في حد نشك شكوى علشان الكهرباء اللي عمالين نسرقها من العمود دي. سيح بقى، سيح وعلي صوتك عشان كهربك دلوقتي. هنعمل ايه مع بتوع البلديه؟ انا جهزت لهم طاجن عكاوي. حاكم بقى البلديه دول بيموتوا في العكاوي. انت هتقول لي؟ طب وبالنسبه بقى للكهرباء اللي عمالين نسرق فيها دي، ايه يعني؟ اسكت بقى. اله يا رب يطعمك ما يحرمك مني. عم شحاته صب هيره، بوس ايدك. بقالك 4 سنين كل يوم تيجي هنا تدعي لي وتاخد اللي فيه القسمه. انت تخلع من هنا ويحصل لي حاجات مصاريفه من هنا. طب ايه رايك ادعي عليك المره دي؟ يمكن يحصل لك حاجات ظريفه. يا عم لا تدعي عليا ولا تدعي لي بقى. بصله، طاجن الباميه اللي فات من الزبون بتاع امبارح. باميه؟ اله يا رب يجعل في حنكك سكره وفي وشك جوهره. قادر يا كريم. عم شحاته ربنا يعطيك ويعطيك يا رب يا كريم. البلدية يا عم متولي، البلدية. أوه، البلدية يا عم شحاتة، بركاتك. يلا يا عم انت وهو، شيل الحاجات دي ورميها في العربية بسرعة. يلا. يا باشا باشا، صباح الفل. ايه داخل علينا كبس الهيد والطاجن على النار؟ ولا نعم طاجن البلدية يخرب بيت استباحتك. خلاص خلاص، رجع كل حاجة مكانها ورصوها كويس. سلام يا متولي. مع ألف سلامة سعادة الباشا. فين يا ابن الطاجن؟ العكاوي يا باشا. بتقله 100 100. يلا سلام يا متولي. ألف سلامة يا أخي. يلا دور اطلع. ازيك يا ابله شراح؟ ازيك يا حضره الناظر؟ انا ملاحظ انك خاسه شويه. مش انا مدرسه العاب؟ بيتهيألي لازم اكون خاسه. وليه بقى؟ ما تربربي شويه يا ابله شراح. اربرب؟ انا قصدي يعني عشان تقدري تكملي حصصك بدل ما تدوخي وتقع من طولك. وبعدين انت ايه اللي اخرك النهارده؟ مش انا كنت قايله لحضرتك ان انا هروح على النقابه؟ يعني مش هتبطلي شكاوي وتشوفي حالك؟ ما هو ده اللي مبوظ البلد، كل واحد مش همه غير نفسه وبس. خلاص خلاص، كملي تمرينات. في زيارة لسعادتك بكرة يا فندم لافتتاح مستشفى صملوط العام يا فندم. هم خلصوها امتى؟ من حوالي اسبوعين يا فندم. أنا شايف يا فندم إن مفيش داعي تروح الزيارة دي. ليه يا حسن؟ أنا لازم أروح بنفسي عشان أشوف إيه اللي تم هناك. الأسلم إن سعادتك ما تروحش الزيارة دي لدواعي أمنية. يا سيادة الرئيس. وقادر عليه وما بستوي؟ الحمد لله الحمد لله، والله بندعي لك بندعي لك في كل صالة. ربنا يسهل لك. اتفضل يا سيادة الرئيس. يا دي النور يا دي الهنا. اتفضل يا سيادة الرئيس، اهلا وسهلا.
وبعد افتتاح السيد الرئيس لمستشفى صملوط العام انطلق سيادته بين هتافات الجماهير وترحيبها له لتضامنه معهم وإصراره على رفع المعاناة عن المواطن المصري. هذا وقد تفضل السيد الرئيس بزيارة ودية لأسرة ريفية لأحد الفلاحين وزوجته، تناول معهما كوبا من الشاي، وكانت الجلسة ودية تماما. هذا وقد انتهت المباحثات دون الإعلان عن نتائج إيجابية، إلا أن مراسلنا قد أفاد بأن مؤتمر القمة قد أرجئ إلى المحطة العام الحالي. فضل كوندليزا رايس تزور المنطقة في نهاية سيادتك فندم شغال من الصبح لغاية دلوقتي، يعني أكثر من 14 ساعة. مشروع تحيت فيك حد معايا أبدأ العد يا حونة؟ عد بس من واحد لحد ما النهار يطلع. تبقى بنوختك ليه؟ رايحة مستوصف؟ اللهم لا سيب عند مين؟ سيبي مع أمه جعفر. تعالي بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا جعفر مبروك مجالك. الشكل ده مش غريب علي. من واحد لواحد ونص على بالي لك. يلا يا أختي يلا يا فندم. أكيد ممثلة جديدة. والسمك مش هنقليه؟ وأنت جايبة مشوي؟ لا جايبة ناي. دي هبلة. دي ليلة زفرة يا معلم. ممثلة جديدة إزاي؟ مش دي مسعدة؟ مسعدة مين يا فندم؟ مسعدة مرات بسطاوي اللي قدمت لي الشاي وانا في صملوط في زيارتي الاخيره. الحقيقه يا فندم ازاي يعملوا حاجه زي دي؟ اكيد يا فندم لدواعي امنيه. ويطلع مين سيباستاوي ده كمان؟ ده يا فندم الفنان عبد السلام الدهشان، ممثل بالمسرح القومي. الموضوع ده ما يكررش تاني. حاضر يا فندم. افتح قلبك اتكلم بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب يا صلاة الله حرام اللي بيحصل ده. ده انا ايام الخطوبه كنت بقدر اخد بوسه ماسكه ايد اي حركه. معلش هانت كلها شويه ونروح شقتنا ونعمل كل اللي احنا عاوزينه. شقتنا؟ هي فين شقتنا دي؟ ده احنا هنسلم نمر قبل ما نستلمها. ما تكلمي الجبار خالك ده يعمل لنا قطوع طوب هنا نتدارى فيه. مش كتر خيره ان هو رضي يتجوزنا عنده في شقته. كتر خيره ربنا ياخده ويزود عظمه. متولي. وتضامنا من سيادته مع الشباب، فقد افتتح السيد الرئيس يرافقه وزير الإسكان الألماني مشروع إسكان الشباب الذي يتكون من 15,000 وحدة سكنية على أحدث الأساليب المعمارية، رعي فيها الشكل الجمالي والمرافق الأساسية. وقد أكد سيادته في المؤتمر الصحفي على أن الشباب هم وقود الغد. عندكم مشاكل بالنسبة لإسكان الشباب؟ Gibt es bei Ihnen vielleicht Schwierigkeiten für jugendliche Wohnungen zu finden? Nein, eigentlich nicht. Das Problem besteht nur darin, dass die Anzahl der neu geborenen Jungen etwa 5-mal weniger als die der Mädchen ist. لا في حقيقة الأمر تكمن المشكلة في أن عدد مواليد الذكور تقل بمقدار 5 مرات عن التي للإناث. طب ما يجوا ياخدوا من عندنا. البلد هنا مليانة شباب هايل. Wie wär's vielleicht ein paar Jugendliche von hier aus mitzunehmen? Wir haben hier tolle Jugendliche.
فخامة الرئيس، صدقني إن كل الأمة العربية بتشهد لك بمواقفك الحلوة والنبيلة، لذلك لازم الحكام العرب يكونوا كتير قريبين من الشعوب مشان يقدروا يوقفوا بوجه الإمبريالية الغربية. مهم جدا التواصل باستمرار مع نبض الشارع. تمام يا فخامة الرئيس، نحن عنا الرئيس بروح على الشوارع، بنزل على المطاعم، بيطلع على الروشة، بيشرب أرجيلة، ما في مشاكل. بس أمن الرئيس؟ والله يا فخامة الرئيس، أمن الرئيس عنا محبة الناس لإله. تصور مرة الحريري الله يرحمه، اديني مثل تاني.